بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لأمر إنك الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا قد انطلقنا في القراءة من بيان خاصية قلب الإنسان من كتاب عجائب القلب، وذلك من إحياء علوم الدين الإمام الغزالي رحمه الله، ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين آمين آمين. وكان من أواخر ما ذكرنا، ليس كل شيء، لكن كان هنالك حديث شعرت أنا فيه شيء، وقلت أنا سنعود للتخريج. وهنا يقول أن كعب الأحبار قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: الإنسان عيناه هاد، وأذناه قمع، ولسانه ترجمان، ويداه جناحان، ورجلاه بريد، والقلب منه ملك، فإذا طاب الملك طابت الجنود. فقالت: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عراقي رحمه الله: لا يصح منه شيء. حتى وجدت هنالك أيضا تكمل لهذا الحديث: وكبده رحمة، ورئته نفس، وطحاله ضحك، وكليته مكر. هذا كله لا يصح منه شيء. ثم نستمر في القراءة من بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته. قال رحمه الله: اعلم أن الإنسان قد اصطحب في تركيبه وخلقته أربع شوائب، فلذلك اجتمعت عليه أربعة أنواع من الأوصاف، وهي الصفات السبعية. طبعا والقضية هي أن هذه الصفات صفة الاعتداء، لكنها يبين ذلك، والبهيمية والشيطانية والربانية. فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع، يعني إذا لم يضبط الغضب لا تغضب، وليس القضية قضية لا تغضب، أنه لكن إذا غضبت املك زمام نفسك، إن كنت واقفا فاقعد، وإن كنت قاعدا فاضطجع. نعم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يحب المحسنين. فمن حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من عداوة والبغضاء والتهجم على الناس والضرب والشتم. طبعا هذا الأفعال هي الإيذاء، فعل السباع هي قضية الإيذاء، ولكن هل هي قد يكون في الإنسان البغضاء ولا يكون في في السباع؟ والتهجم على الناس بالضرب والشتم. ومن حيث سلط عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشره والحرص والشبق وغيره. طبعا بين الإمام الغزالي هناك درجة معينة من الشهوة في دائرة الحلال ومنضبطة، هذا منضبطة بأمر الله عز وجل، منضبطة بإفعل ولا تفعل، هنالك حلال وهنالك حرام، وهنالك اعتدال وهنالك اعتدال. لأنه في دائرة الطعام مثلا، لو لم يكن هناك شهوة نهائيا للطعام مات، ولو لم يكن هناك شهوة نهائيا في التزاوج انقطعت الذرية، ولذلك من القضايا التي يمكن أن تثار ضد قضايا المثلية، لو أن كل الناس ولن يكون كذلك بإذن الله عز وجل، وهم لا زالوا طغمة قليلة، ولكن صوتهم عالي، لكن للمناقشة لطرح شيء، لو كان كل الناس من المثليين لانقطع الناس وانقطعت الحياة، ولو كان كل الناس على مراد الله عز وجل استمرت الحياة إلى ما شاء الله. وعلى كل حال لن يحصل في الكون شيء إلا بإذن الله عز وجل. نعم، ولن تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ومن حيث أنه في نفسه أمر رباني، كما قال الله تعالى: قل الروح من أمر ربي، فإنه يدعي لنفسه الربوبية، وقد حصل. فرعون لم يرى لأهل مصر إلها غير نفسه،
ويحب الاستيلاء والاستعلاء والتخصص والاستبداد بالأمور كلها والتفرد بالرئاسة والانسلال عن رقة العبودية والتواضع. الإنسان قد يصرف على حملة انتخابية كذا وكذا وكذا، وهو ليس لا يوجد لديه ما يقدم، ولديه مال، فظن أنه ينتقل من المال إلى عالم السياسة، يطعم ويصرف ويصرف وينفق، ويعني ولكن ليس لديه ما يقدمه حقيقة، فلما يقبل على هذا الأمر وهو دين. نعم، إن كان لن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يأمر بالعدل، إن قضية يسمح لديه لقب أنه نائب في برلمان مثلا أو أكثر من ذلك وأقل. نعم، هنا التفرد بالرئاسة والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع، ويشتهي الاطلاع على العلوم كلها، بل يدعي نفسه العلم والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور، ويفرح إذا نسب العلم ويحسن إذا نسب الجهل، والإحاطة بجميع الحقائق والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق من أوصاف الربوبية، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وفي الإنسان حرص على ذلك. يعني ننظر اليوم، هنالك تقدم في التقنية وتقدم، ولكنها لم تؤدي الوظيفة الأساسية، أن التفكر في هذا الكون، التفكر في الآيات الكونية، التفكر في الكتاب المنظور، يعني يجب أن يتوافق مع النظر في الكتاب المسطور في الوحي، ولا فرق بين هذا، يعني لا يوجد تنافي ما بين هذا وذاك، فالكون هذا من عند الله عز وجل، والكتاب القرآن الكريم من عند الله عز وجل. وإن كان هناك اختلاف، فإما أننا لم نفهم الكون، لم نفهم ظاهرة معينة، لم نصل إلى قانون علمي، لأن النظريات قد تحتوي أشياء كثيرة جدا لا تصح، أو لم نفهم النص الشرعي، هذا شيء آخر. ومن حيث يختص عن البهائم بالتمييز مع مشاركته لها في الغضب والشهوة، حصلت فيه شيطانية فصار شريرا، يستعمل التمييز في استنباط وجوه الشر، ويتوصل أغراضه بالمكر والحيلة والخداع، ويظهر الشر في معرض الخير، وهذه أخلاق الشياطين. وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة، في اختلاط، في مسحة، أعني الربانية والشيطانية والسبعية والبهيمية، وكل ذلك مجموعة في القلب، فكأن المجموع في إيهاب الإنسان، يعني تحت هذا الجلد خنزير وكلب وشيطان وحكيم. طبعا هنا بدون تعميم، لكن القضية أنه في الإمكان أن يصل الإنسان لمثل هذه الحالات، في الخنزير هو الشهوة، فإنه لم يكن الخنزير مذموما للونه وشكله وصورته، بل لجشعه وكلبه تكالب، نعم، وحرصه. والكلب هو الغضب، فإن السبع الضاري والكلب العقور الذي يجرح، الذي يعض، الذي يؤذي، ليس كلبا وسبعا باعتبار الصورة واللون والشكل، بل روح، بالروح معنى السبعية، الضراوة والعدوان والعقر. وفي باطن الإنسان ضراوة السبع وغضبه وحرص الخنزير وشبقه، فالخنزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والمنكر، والسبع يدعو بالغضب إلى الظلم والإيذاء. والشيطان لا يزال يهيج شهوة الخنزير وغيظ السبع، ويغري أحدهما بالآخر، ويحسن لهما ما هو مجبولان عليه. والحكيم الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان ومكره، بأن يكشف عن تلبيسه بصيرته النافذة ونوره المشرق الواضح، وأن يكسر شرها هذا الخنزير بتسليط الكلب عليه، إذ بالغضب يكسر شهوة ثورة الشهوة، ويدفع ضراوة الكلب بتسليط الخنزير عليه، وجعل كل مقهور تحت سياسته. فإن فعل ذلك وقدر عليه، اعتدل الأمر وظهر العدل في مملكة البدن، وجرى الكل على الصراط المستقيم. إذن العدل والاعتدال قضية الوسطية، يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطة. هذه الوسطية ليست وسطية رياضية، الوسط هنا هو ما أمر به
الشرع. يعني ما هي القضية، قضية أنه 50% معناه هذا وسط، بل الشجاعة وسط، والكرم وسط، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وهذا وسط. وإن عجز عن قهرهم هذه الشهوات وهذه القوى السبعية والشيطانية، قهروه واستخدموه، فلا زال في استنباط الحيل وتدقيق الفكر ليشبع الخنزير ويرضي الكلب، فيكون دائما في عبادة كلب وخنزير. وهذا حال أكثر الناس مهما كان أكثرهم همتهم البطن، أو مهما كان أكثر همتهم البطن والفرج ومنافس الأعداء، يبدأ يحتال ليشبع، ليطعم، ليغذي هذه الشهوات. والعجب منه أنه ينكر على عبدة الأصنام عبادتهم للحجارة، ولو كشف الغطاء عنه وكشف بحقيقة حاله ومثل له، يعني تمثل أمامه ومثل له حقيقة حاله كما يمثل للمكاشفين إما في النوم أو في اليقظة، لرأى نفسه ماثلا بين يدي خنزير ساجدا له مرة وراكعا أخرى، ومنتظر لإشارته وأمره، ومهما هاج الخنزير وطلب شيء من شهواته انبعث على الفور في خدمته وإحضار شهوته. أو رأى نفسه ماثلا بين يدي كلب عقور عابدا له مطيعا سامع لما يقتضيه ويلتمسه مدققا للفكر في حيل الوصول إلى طاعته، وهو بذلك ساع في مسرة شيطانه، فإنه الذي يهيج الخنزير ويثير الكلب ويبعثهما على استخدامه، فهو من هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما. وما هي العبادة؟ الانقياد والاستسلام. فهو هنا انقاد واستسلم وسمح لهذه الشهوات أن تتسلط عليه. فليراقب كل عبد حركاته وسكناته وسكوته ونطقه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقالوا يعني هو كأن 19 الحكمة في الصمت، وقيامه وقعوده، ولينظر بعين البصير، فإنه لا يرى إن أنصف نفسه إلا ساعة طول النهار في عبادة هؤلاء. وهذا غاية الظلم، إذ جعل المالك مملوكا والرب مربوبا والسيد عبدا والقاهر مقهورا، إذ العقل هو المستحق للسيادة والقهر والاستيلاء، وقد سخره لخدمة هؤلاء الثلاثة، فلا جرم ينتشر إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاث صفات تتراكم عليه حتى يصير طابعا ورينا الران، مهلكا للقلب ومميتا له. وليست العضلة القضية الأساسية، هي تلك اللطيفة، وهي كما قال الإمام الغزالي، القلب هو المخاطب وهو المعاتب. يعني أما طاعة خنزير الشهوة فيصدر منها صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتقطير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والحرص والجشع والملق والحسد، يتملق من أجل شهوة، والحقد والشماتة وغيرها. وهذا كله يتعلق بالإجمال، يعني كثير من هذه القضايا يتعلق به بداخله. نعم. وقضايا يتعلق به يعني حسد، لأنه ينظر إلى الغير بنظرة غير مقبولة. أناس رزقهم الله سبحانه وتعالى ما رزقهم، اللهم بارك لهم. إذا لم يستطع فلا يرفع حقيقة، يعني يغض البصر، ثم لا يمكن، ثم لا يمكن، إنما هو يغض البصر إذا كان أيضا من يعني من أصحاب ذاك الموقف، أنه إذا رأى خيرا نزل بناس قال اللهم بارك لهم، اللهم زدهم، اللهم من حلال وفي حلال إن شاء الله. نعم. ونفس الشيء الحقد، هو يحقد على الغير، لا ليس لله طبعا. والشماتة، نزل هم، نزل كرب، نزل بلاء بأناس فيشمت بهؤلاء، وهذا لا يصح. نزل شيء بالناس، اللهم اشفي فلان، اللهم اشفي أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اهل جميع خلقك، واشفهم وعافهم واعف عنهم.
نعم. وأما طاعة كلب الغضب فتنتشر منها إلى القلب صفة التهور والنذالة والبذخ والصلف والاستشاط والتكبر والعجب والاستهزاء والاستخفاف وتحقير الخلق وإرادة الشر وشهوة الظلم وغيرها. تحقير الخلق: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. تنظر تحقر إنسانا وأنت لا تعلم مكانته عند الله عز وجل، يكون هو صديق، يكون هو ولي من أولياء الله عز وجل، وليست المسألة بالظاهر، ليس القضية قضية لباس ولا قضية سيارة ولا قضية لقب ولا قضية وظيفة، ولا أنت لا تعرف. بل إنسان يعني يظن بالناس خيرا، لا يكون يعني ساذجا، ولكن يظن بالناس خيرا وهو يعلم من نفسه الشر والذنب وكذا وآخره، فكيف يحقق ما عند الناس وهو لا يعلم من هم عند الله عز وجل، وكيف منتهى فلان عند الله عز وجل. وأما طاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب فيحصل منها صفة المكر والخداع والحيلة والدهاء. قال: والجربزة ومعناها الاحتيال، قالوا لفظة فارسية، والتلبيس والتضريب والغش والخب والخنا وأمثالها. ولو عكس الأمر وقهر الجميع تحت سياسة الصفة الربانية لاستقر في القلب من الصفات الربانية العلم والحكمة واليقين. العلم والحكمة واليقين والإحاطة بحقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ما هي عليه. هذه مسألة يعني من أصعب الأمور، معرفة الأمور على ما هي عليه علميا. هذا يعني بحاجة إلى، لازلنا بحاجة إلى دراسة أشياء كثيرة جدا في الكون، والله أعلم إذا يكفي الوقت. ومع ذلك معرفة الأمور على ما هي عليه، لعل هنالك معنى من معاني يتعلق بحقيقة الأشياء، أنها لا شيء باعتبار الآخرة إلا ما كان لله، لا شيء باعتبارات الآخرة إلا ما كان لله. والاستيلاء على الكل بقوة العلم والبصيرة واستحقاق التقدم على الخلق بكمال العلم وجلاله، ولا استغنى عن عبادة الشهوة والغضب، فينتشر إليه من ضبط خنزير الشهوة ورده إلى حد الاعتدال صفات شريفة. يعني إن ردها الاعتدال ذهبت قضية الخنزير وصفات الخنزير، وذهبت صفات الكلب، وذهبت إلى آخره. إذا رد الآن الشهوة إلى الاعتدال، أصبح ناشط صفات شريفة مثل العفة والقناعة والهدوء والزهد والورع. والزهد حال قلب وليس حال جيب، وليس رقم في مصرف في بنك. يعني قد يكون هنالك مال كثير وهو زاهد، وقد يكون هنالك مال قليل وليس زاهدا. المسألة هي تتعلق بالعلاقة بالمال والعلاقة بالدنيا، هل يخرج عنها، هل يعطي. انظر إلى سيدنا أبي بكر الصديق حينما جاء بكل ماله، حينما جاء بكل ماله، أي قلب، أي قلب. والورع والتقوى الانبساط وحسن الهيئة والحياء. نعم يا سيدنا صلى الله عليه وسلم كان حيا. والمساعدة وأمثالها والظرف. ويحصل فيه من ضبط قوة غضب وقهرها وردها إلى حد الواجب صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس والصبر والحلم والاحتمال والعفو والثبات والنبل والشهامة والوقار وغيرها. بل حاتم الطائي، وكانت قصته قبل الإسلام، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى طبعا بابنته و بابنه، كان في الجاهلية. يعني حتى الواحد يكون منضبطا في الحديث عن الجاهلية، كان هنالك كرم وكان هنالك صدق وكان هنالك شجاعة، ومع أن هنالك داحس والغبراء، وكان هنالك
وعد للبنات، لا لم يكن هذا مطلقا، لو كان مطلقا لم يكن لما كان هناك نسل في الجزيرة العربية. ثم إغاثة الملهوف وحلف الفضول ونصرة للمظلوم، ليس كل الناس لديهم قبيلة كبيرة تدافع عنهم إلى آخره، ولا زلنا في القبائل، وإنما الأحزاب السياسية اليوم هي قبائل من هذا الوجه، وتلك القبائل قد يكون لديها من الشهامة ما لا يوجد في اليوم. نعم، القضية الأساسية، المشكلة الأساسية التي كانت عند المشركين هي الشرك، وإنما بعض القضايا كانت يعني بعض الصفات يعني محمودة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والقلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه، وهذه الآثار على التوالي واصلة إلى القلب. أما الآثار طبعا هي قضية مجازية، المرآة تعكس ما حولها. أما الآثار المحمودة التي ذكرناها فإنها تزيد مرآة القلب جلاء وإشراقا ونورا وضياء، حتى يتلألأ فيه جلية الحق وينكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب في الدين. ولمثل هذا القلب يشرت بقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه. نعم، جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه، وزاجرا من نفسه واعظا من قلبه. وبقول صلى الله عليه وسلم، وحديث إسناده جيد: من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ. وهذا القلب هو الذي يستقر فيه الذكر، قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الغد إن شاء الله نتحدث عن الآثار المذمومة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.